الو، اتفضلي يا فندم، سؤال حضرتك. لصاحب السمو الشيخ. معاكي يا فندم الشيخ، سؤال حضرتك. وانا جوزي بينفق فلوسه في حاجات يعني ايه ملهاش لازمه، تمام؟ فانا مثلا يعني هو مثلا يعني بيتعاطى مثلا نوع من المخدرات، تمام؟ فانا باجي مثلا اقول له ايه، اشتريت مثلا حاجه، فبقول له إيه دي كذا، بس هي بيبقى سعرها الحقيقي كذا، والزياده مثلا باخده وبشيله، تمام؟ انا متزوجه ومعايا طفل عنده 3 سنين، فهو مثلا في عدم وجوده مثلا في البيت وكده، فبقول له مثلا ايه، ماما عطتني كذا، اختي عطتني كذا، انا استلفت من اختي كذا، استلفت من ماما كذا، فانت لما يبقى معاك فلوس اديهم لهم تاني. بس وفي الفلوس دي يعني بجيب مثلا مستلزمات ايدي، مستلزمات البيت، الحاجات دي يعني الفلوس الزياده. تمام، فانا كده بعمل حاجه غلط ولا ايه؟ حاضر، هنجاوبك يا استاذه رنا، وخليكي معانا واسمعي الاجابه من فضيله الشيخ صالح. شكرا لاتصالك. طبعا حضرتك سمعت الاجابه والسؤال، ويعني اكيد في اجابه لحضرتك برضو. طيب هو بس انا اختلط علي، هل تقصد الزوج ام الاب؟ الزوج. الزوج هو اللي يتعاطى، هو بيتعاطى مخدرات، وبعض الاحيان بتلجا الى انها تكذب عليه عشان يعني تاخذ او تدخر شيء من هذه يعني الاموال. يعني بتقول له انا اشتريت الحاجه دي ب10 وهي مثلا ثمنها 5، تمام، فالمبلغ اللي بيبقى معاها الزياده ده بتحتفظ بيه، بتقول بجيب بيه مستلزمات للبيت. تمام، لو انا الزوج المتعاطي هذا، يعني اسال الله عز وجل ان يعافيه وان يعافي جميع المتعاطين، يعني اللي بتعاطوا هذه الاشياء التي تغيب العقل وتضر الصحه وهكذا، مقصر في الحاجات الاساسيه او الضروريه للبيت كالطعام والشراب والمسكن والملبس وهكذا، فجائز لها ذلك ولا حرج. اما ان كان هذا الزوج يعني زوجها اللي بتسال عنه المتعاطي ده، او انها بتحاول انها تخدعه وتاخذ شيء من امواله بدون علمه وبدون اذنه، مش مقصر، فلا يجوز لها ذلك. يبقى بنقول لها لو هو مقصر انت بتضطري تاخدي هذا المال، عشان بعد كده انت محتاجه حاجات ضروريه لبيتك، لابنك، لكذا لكذا، وممكن الزوج يتعنت او يرفض او كذا، لا فجائز لك هذا شرعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالت زوج ابي سفيان عن ذلك، ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل شويه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني كانت بتاخد اشياء من وراه لانه كان شحيحا وبخيلا، يعني معه المال ولكنه لا يعطيهم الحاجات الضروريه. فاحنا بنقول لها نفس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف في حدود الحاجات الضرورية فقط، ولكن تعاطيه أو أنه سفيه شوية في إنفاق المال لا يبيح لك شرعا أبدا أن حضرتك تاخذي المال من وراه إطلاقا، طالما أنه لم يقصر في الأمور الضرورية والحاجات الأساسية لهذا البيت أو هذا المنزل. أكيد أستاذة رنا سمعت الإجابة، وإن شاء الله هي هتختار تعمل إيه بعد.